السلام عليكم. في اداه جميله اسمها سمارت تشيك، هي اداه ادنس مجانيه جوه الريفت. دي بيقول لك النقط اللي هو يفحصها، كل عليك ان انت تقول له ران تشيك، وهو يبدا يقول لك اذا كان في حاجه مش مظبوطه عندك في الموديل بتاعك. تمام، اهوت الفاميلي مثلا في كم نوع من انواع الحوائط انت مش مستخدمه، في كم فلور طيب غير مستخدم، في كم الملف بتاعك هل مساحته كبيره ولا لا. طب يعني لو اكتر من 300 هيقول لك ان في مشكله، البروجكت انفورميشن موجوده ولا لا. فدي تبقى ده كويسه ان انت تفحص الموديل بتاعك قبل ما تسلمه.